لكن انا برضو من الحاجات اللي لفتت نظري يعني انا دايما كنت في الاول اقول ايه هو ليه واخد اربعه حراس مرمى؟ ما كان خد يا طارق حامد يا قفشه الاثنين واحد فيهم افضل مثلا. دلوقتي كان لازم ياخد اربعه، ده لو كان ينفع ياخد خمسه كان خد. لا هو الظروف طبعا بس نقطه مهمه برضه حصلت معانا احنا كمان قبل كده افتكر. طبعا 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 الظروف كان موضوع الاصابات شريف اكرامي والشناوي في كاس الامم شريف اكرامي والحضري والشناوي في 2019 طبعا فكره ان يحصل هذا الكم من الاصابات في بطوله واحده امر زايد جدا، واكيد طبعا واضح جدا ان احنا متاثرين بسوء الارضيات في ملاعب الكاميرون. ملاعب الكاميرون واحده طبعا من أسوأ الملاعب اللي ربما لعبنا عليها في كل نسخ الكان اللي احنا لعبناها. الامانه كل الملاعب اللي لعبنا ملاعب مختلفه وكلها نفس المشاكل، وحتى اللعيبه اشتكت من سوء الارضيه. واعتقد كمان حتى انا سمعت خبر قبل ما اخش الهوا ان الاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه للبطوله اقرت فتح الملعب اللي وقع فيه يعني عشان افضل حاجه بالظبط هيتلعب عليه ماتش مصر والكاميرون يوم الخميس الجاي ان شاء الله. فبالتالي واضح دي مؤثره، ولكن النقطه اللي ربما تكون لافته نظري فكره اصابه الحراس باصابات عضليه، يعني دي برضو محتاجين نقف عندها ان محمد الشناوي يجيله اصابه في الخلفيه، والنهارده محمد ابو جبل البديل بيشتكي من العضله الضمه، فدي برضو اصابات ده رياكشن تيقلي كان قوي جدا منه. طبعا محتاجين يعني ندرسها شويه، واتمنى الجهاز الطبي يبقى على علم بيها. احنا طبعا احنا في مشكله عشان يوم الخميس عندنا مباراه سيمي فاينل، واعتقد محمد صبحي هيبقى هو المرشح. انا اشك ان محمد ابو جبل يلحق في 3 ايام انه يرجع من اصابه العضله الضمه.